السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في النشرة الرياضية، اعتمد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مشاركة خمس دول عالمية للمشاركة في بطولة فنون القتال المختلطة الأولى للهواة للعام 2016 حيث من المنتظر أن تشارك كل من أمريكا وأوكرانيا وفلسطين والكويت والبحرين بالإضافة لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواة. وتاتي هذه البطوله بالتزامن مع المهرجان الرياضي يلا الرياضه الذي تنظمه وزاره شؤون الشباب والرياضه في مدينه عيسى الرياضيه